بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك، نور. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم وكابتن علاء ميهوب نصام عرابي وكابتن عادل ابو رحمه. نور يا كابتن. نور يا كابتن. الله يخليك. مبروك النادي الاهلي على الفوز وحظ افضل لنادي الاتحاد السكندري. كابتن ايمن، المباراه بنتكلم في تقييمها بشكل عام، هي مباراه صعبت على حكم المباراه كابتن عادل الشوط الثاني نتيجه الاختبارات اللي هي داخل منطقه الجزاء، ودي بتبين معدل الحكم. هل الحكم عنده قدره وعنده تركيز ان هو يركز في التفاصيل الصغيره ولا لا؟ النهارده احمد الغندور، النهارده انا بشوف من وجهه نظري والكلام ده من خلال الحالات التحكيميه اللي نجيبها، ان هو ادار افضل مباراه مظبوط من المباريات اللي لعبها خلال هذا الموسم، مش هقول يمكن الموسم اللي فات. وحاول الكلام دوت ليه؟ نتيجه التركيز، نتيجه اللياقه البدنيه العاليه جدا، نتيجه التمركز الرائع كابتن عادل كابتن علاء في لعبه هتلخص كل الكلام ده. والبعض قال ركله جزاء على عمرو السوليه. النهارده انا بحيي عمرو السوليه بصراحه. وهقول ليه؟ ونجيب الحاله الاول ونشوف الحاله التحكيميه اللي هي اللي خدت جدل كبير جدا كابتن شريف ونشوفها. يلا خلينا نروح للحاله المهمه جدا ونشوف. ستوب، تعال هات الغندور هنا بيعمل لك يا كابتن عادل. قريب بيقول ايه؟ ليون ليون، خلي بالك تفاصيل الحاله لسه ما حدش يعرفها الوقت. لما يكون الحكم النهارده في هذا الموقف تمركز الرائع بيقول بليون، يبقى هو شاف حاجه كتير من الناس ما شافوهاش. طب تعال نشوف الحاله من الشكل العام. الكل قال ان في دفع من عمرو سليه، تمام، من بعض الزوايا مش من كل الزوايا. تعال بقى نشوف ايه اللي حصل في اللعبه ونشوف تفاصيلها. يلا نروح نشوف عمرو. ستوب، ارجع تاني. من هو الذي نجح في لعب الكره كابتن علاء؟ عمرو سليه. كابتن ايمن، عمرو سليه. كابتن شريف، هنا طالما اللاعب وصل للكره ونجح في لعب الكره، كل ما يتعلق بيه التنافس العادل والسقوط ليس له وجود بره. مظبوط. امتى اقول الكلام ده؟ لو عمرو النهارده، لو عمرو نرجع تاني، نرجع تاني، لو انا النهارده عمرو سليه حط رجليه وما نجحش في لعب الكره كابتن علاء، صح، نشوف تاني. ارجع تاني بعد اذنك. من هو الذي نجح في لعب الكره؟ هو عمرو السوليه اللي هو نجح في لعب الكره، وبالتالي الكل بص على النص اللي فوق. أيها. لقطه هايله يا كابتن، ولم يشوف. مظبوط. طب النهارده عمرو توقيت رائع في انك انت تلعب الكره وتنجح في لعب الكره، وبالتالي هنا مفيش مخالفه. بحيي عمرو السوليه على التدخل الدقيق والرائع، بحيي احمد الغندور النهارده على التمركز الجيد. خلي بالك اللعبه دي في الدقيقه 82. يعني لما يكون الحكم عنده تركيز في الدقيقه 82 ويكون متواجد في هذا المكان ويقول العب، ده انا النهارده بقول الغردون النهارده ادار المباراه بكفاءه عادله. دي يمكن الحاله اللي كانت مهمه، البعض راح لركله جزاء، ولكن هنا شايف النهارده ان هنا لا توجد ركله جزاء نتيجه نجاح عمرو السوليه في لعب الكره من لاعب الاتحاد. يلا